كنت بعرف ما فيك تقاومي، لكن ليش عملت هالدراما مبارح أبارجيتا؟ جاي أشوف التحضيرات يلي عملتها لعرس بنتنا. عن جد؟ عن جد أنت جاي بس لحتى تشوفي تجهيزات عرس بنتك؟ معناها حطي ببالك أني عملت كل شيء كأبوها لأنك تركتينا. أنا كأمة قتلت العالم لحالي، أنت سمعتني؟ لا بس ما جاي تتقاتلي معي؟ ماني جاي أقاتل ولا بدي ناقشك بشي أصلاً. خلص تعالي معي تعالي. بس يا ريت ما نعمل مشكلة بهذا اليوم. ليك يا أبو أبارجيتا، منيح يلي إجيتي، بس أنا عم حذرك تحاولي تخربي عرسة جافي وفير بأي طريقة، لأنه رح أنسى إنك أم بناتي وحاسبك على الموضوع. أساساً أنت نسيان. شو؟ ولا شي. قولي شو نسيت؟ يلا قولي بسرعة. من وقت صار الحادث تبع فقدان الذاكرة وانت عم تتصرفي بطريقة غريبة كتير، كأنك انت كل الوقت عم تحاولي تقليلي شي أو توصليلي فكرة بس ما عم تقدري. خلص قولي وارتاحي بقى. حضرتك لما سحبتني لهون من شوي فكرتك حابب تحكي بخصوص تشافي أو رح تناقشني مشان العرس، بس فوراً غيرت القصة. صدقني ما في فايدة نحكي عن ارتباط انتهى وخلص، احكي عن ارتباط اليوم ببلش. انت شو بتقصدي؟ ليك بدك تشافي تكون مبسوطة؟ كون متأكد انه هذا هدفي، واجيت لهون لانه قلت لحالي رح تنبسط اذا شافتني واقفة جنبها. شو مشان سعادتك؟ بعرف انك مو طايقتي لفير. طول ما هي سعيده انا سعيده، لهيك انا كملي. طبيعه الام انه تضحي دائما، انا كمان رح ضحي، شي طبيعي ما يكون عندي اغلى من تشافي واخواتها لحتى ضحي كرمالهم. بعدين انا حسيت إني متسلطة وفرضت رأيي عليها، وأنا ما بدي هالشي. خلصنا.